قال المؤلف رحمه الله تعالى الموصول أقرا؟ سهلا. موصول الأسماء الذي الأنثى التي والياء إذا ما ثني لا تثبت بل ما تليه أوله العلامة والنون إن تشدد فلا ملامة والنون من ذين وتين شددا أيضا وتعويض بذاك قصدا جمع الذي الأولى الذين مطلقا وبعضهم بالواو رفع النطق باللات واللاء التي قد جمع واللائك الذين نثرا وقعا ومن وما وأل تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طي إن شهر وكالتي أيضا لديهم ذات ومضع التي أتى ذوات ومثل ماذا بعد ما استفهام أو من إذا لم ترغى في الكلام وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة وجملة أو شبه الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل وصفة صريحة صلة أل وكونها بمعرب الأفعال قل أي كما وأعربت ما لم تضف وصدر وصفها ضمير حذف وبعضهم أعرض مطلقا وفي ذا الحذف أي غير أي يختفي إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نزه وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل مكمل والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب كذاك حذف ما بوصف خفض كأنت قاض بعد أمر من قضى كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر. بسم الله الرحمن الرحيم. الموصول أحد المعارف، الاسم الموصول أحد المعارف، والموصول تعرفه المفتقر أبدا إلى جملة أو شبهها وعائد أو خلفه. الجملة مثال الجملة جاء الذي أبوه عاقل جملة، جاء الذي يقرأ أبوه القرآن جملة فعلية، شبه الجملة جاء الذي أمام الدار جاء الذي خلف الدار هذا مفتقر إلى جملة أو شبه الجملة. عائد جاء الذي أبوه الهافي أبوه والعائد عاقل خلف العائد كقول الشاعر سعاد التي أضناك حب سعادة، سعادة خلف عن العائد كان الأصل يقول سعاد التي أضناك حبها لكن أظهر موضع الإضمار فهو خلف عن العائد هذا ما قلنا المفتقر أبدا إلى جملة أو شبهها وعائد أو خلف. الموصول نوعان، موصول حرفي وموصول اسمي. فالحرفي ما أول مع صلته بمصدر نحو ودوا لو تدهن أحب أن تحضر أعجبني أنك حاضر جئت لكي أتعلم. ولبعضهم موصولنا الحرفي أن لوما وأن وكي كذا الذي يا من سمع على خلاف الأخير اللي هي الذي قال بعضهم موصول حرفي وقال بعضهم موصول اسمي واحتج بعضهم بقول الله عز وجل ذلك الذي يبشر الله عباده قال التقدير الله ذلك بشارته ولذلك لم يأتي بعائد. الموصول الحرفي لا يقع في عائد ولم يذكر الموصول الحرفية لأن الباب كله مخصص للمعارف وهي ليست منها. الموصول الاسمي هو ما سبق تعريفه المفتقر أبدا إلى جملة أو شبهها وعائد أو خلفية. الموصول الاسمي نوعان نص ومشترك، والنص ستة والمشترك ستة. بدأ بالموصول النص قال موصول الأسماء الذي ولم يقل إنه للمفرد المذكر تركها وقال الأنثى التي عرفنا أن الذي للمفرد المذكر بدليل قوله الأنثى التي وهذا من أساليب اختصارها الرائعة الأنثى التي الذي ويقال فيه الذي ويقال فيه الذي بالتخفيف الأنثى التي ويقال فيها التي والتي. والياء إذا ما ثني لا تثبت الذي والتي إذا ثنيتهما حذفت الياء وكان القياس إثباتها تقول جاء اللذان وجاءت اللتان ورأيت اللذين ومررت باللتين. والياء إذا ما ثني لا تثبت بل ما تليه أوله العلامة الذي تليه الياء وهو التاء في التي والذال في الذي أوله العلامة وهي الألف بحالة الرفع والياء حالة الجل والنصب وكان القياس تقول في الذي جاء الذي يعني ورأيت الذيين لكن لم يقولوا هذا قال بعضهم أرادوا التفريق بين تثنية ما هو معرب وتثنية ما هو مبني. والله
بل ما تليه. والنون إن تشد فلا ملامة، إذا شددت النون في اللذين في اللذين واللتين لا حرج عليك تقول اللذين. قال رحمه الله: والنون من ذين وتين شدد أيضا. قال: إذا ثنيت ذا وتا، ذا اسم إشارة للمفرد المذكر، وتا اسم إشارة للمفرد المؤنث، تقول في تثنيتهما ذاني وتاني. والقياس أن تقول ذواني وتواني كما تقول في عصا عصواني، لكن حذف الألف في ذا والألف في تاء، وأحلوا محلها علامة الإعراب وهي الألف رفعا والياء جرا ونصبا. نقول هو النون من ذين وتين شد أيضا، وتعوض بذاك قصد، وهذا من أساليبه. إذا كان الحكم يتعلق ببابين أخره إلى الثاني منهما. عرفنا أن اسم الإشارة ذا وتاء تحذف ألفهما عند التثنية، وأن الاسم الموصول الذي والتي تحذف ياؤهما عند التثنية. ولذلك الجميع إذا ثني تشدد نونه وتعوض مقصود بذلك، فتقول ذاني وذيني وتاني وتيني واللذاني واللذيني واللتاني واللتيني. قال: واللذاني يأتيانها منكم يحد أرنا اللذين أضلانا يحد ابنتي هاتين فذاني كبرها. كل هذا قولي واضح. أنا قوله: والنون من ذين وتين شدد أيضا وتعوض بذاك قصد. قال رحمه الله: جمع الذي الأولى، الأولى جمع الذي، والذي قال للمفرد المذكر عاقلا كان أو غير عاقل، والأولى لجمع العقلاء، تقول جاء الرجال الأولى سافروا، وجاءت قليلا للإناث، فأما الأولى يسكن غورة هامة، وجاءت قليلا لغير العاقل. قال: وتبلي الأولى يستلئمون على الأولى تراهن يوم الروع، الأولى التي الأولى للعقلاء الرجال، والأخيرة للخيل. جمع الذي الأولى الذين مطلقا أي رفعا ونصبا وجرا، تقول جاء الذين ورأيت الذين ومرت بالذين، وبعضهم بالواو رفعا نطق وهم هذيل أو عقيل. قالوا الذين، قال شاعرهم: قوم الذين صبحوا الصباح لا كذب اليوم ولا مزاح، نحن قتلنا الملك الجحجاح جهرا فهيجنا به نواحا. وبعضهم بالواو رفع نطق باللاء واللاتي التي قد جمع، التي تجمع يقال فيها اللائي واللائي واللاتي واللاتي واللواتي واللواتي واللاء فقط. جاء النساء اللا سافروا، وحكى بعضهم اللي وهي لغة العامة اليوم، تقول جاء النساء اللي سافروا، وبعضهم باللاتي واللاء التي قد جمع. واللائي كالذين نسوا وقع، جاءت اللائي لجمع الذكور قليلا. قال: فما آباؤنا بأمن منهم علينا اللائي قد مهد الحجور. نقول واللائي كالذين نسوا وقع. الصدر حرف والعجز فعل، ما أول مع صلته المصدر، قد يكون اسم، صدره حرف، والموصول حرفي ستة. قلت لك الموصول الحرفي أن لو وما وأن وكي كذا الذي. وقال بعضهم همزة التسوية سالم أستغفرت لهم، قالوا استغفارك وعدمه. ما أول مع صلته مصدر، قد تكون صلتها جملة وقد يكون صلتها فعل. يعجبني ما تقوم، صلتها فعل، يعجبني قيامك. أولم يكفهم أننا أنزلنا، أننا أنزلنا صلتها جملة، نا نحن نا جملة صلتها بالإسمية.